اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه الحيه والمستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز اليوم الرابع طبعا على توالي تغطيه فعاليات قمه كوب 27 المنعقد في مدينه شرم الشيخ مدينه السلام المدينه الخضراء حاضنه العالم ستشاركني في هذه التغطيه طبعا زميلتي دارين مصطفى اهلا بك دارين اهلا بك دانا واهلا بكم مشاهدي اكسترا نيوز الى هذه الفتره من التغطيه الحيه والمباشره والمستمره دائما على شاشه اكسترا نيوز لرصد كل ما هو جديد والجديد حاليا هو قمة المناخ بشرم الشيخ كوب 27 يمكن نادرين منذ بدء هذه طبعا القمة وبدأت الأنظار كلها تتجه إلى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام وبالفعل نجحت مصر أن تجمع كل قادة دول العالم ورؤساء العالم إلى أن يأتوا إلى شرم الشيخ لمناقشة القضية الهامه جدا والحدث الاهم وهي كوب 27 لمناقشه كل القضايا المتعلقه بالمناخ وايضا لعرض كل استراتيجيات بلدانهم فيما يتعلق بقضيه المناخ بالفعل يمكن دارين استطاع كل القاده ان يبحثوا ومواصله البحث عن التحديات المتعلقه بقضيه المناخ وكيفيه مواجهه هذه الازمه التي تهم يمكن العالم أجمع لا تحدث هنا عن دول فقيرة أو دول متقدمة لكن العالم أجمع تهم كل العالم أجمع بكل الفئات وبالفعل استطاعت مصر أن تجمع كل هؤلاء قادة الدول لبحث كل ما يتعلق بقضايا المناخ حقيقة دانا يعني قمة المناخ هي اجتماع رسمي دولي بيقام سنويا صحيح. بشكل دوري في الدول يعني المتوارد عليها الدور حتى تقيم الاجتماع على أرضها كان الحظ حليف أفريقيا في هذا العام لتقوم مصر بترأس هذا المؤتمر ما يميز هذه النسخه دانا يعني العديد ليس فقط عقد جلسات نقاشيه وحواريه ودراسات وبحث امور معقده مختصه بطبيعه الارض والبيئه والمناخ واشياء يصعب فهمها ومجرد مصطلحات ولكن طبعا. هناك العديد من الفعاليات هناك العديد من الانشطه ربما تكون المبتكره من قبل الدوله المصريه وربما نحن في احدها الان صح. يمكن تاكيدا علي كلامك دارين بالفعل يمكن حتي التقارير كل التقارير سلطت الضوء بشكل اكبر علي معاناه الدول الفقيره التي تعاني من هذه الازمه ازمه التغيرات المناخيه وبرزت طبعا المطالب والدعوات بسرعه اتخاذ الاجراءات فيما يتعلق بقضيه المناخ. يمكن من ضمن الاهداف الرئيسيه لرئاسه مصر لكوب 27 هي تخفيف اثار التغيرات المناخيه وحتى التكيف مع هذه الاثار. ويمكن هذه النقطه هي هامه جدا للغايه مشاهدينا الكرام، لان احنا كل مره نسمع دارين قاده دول العالم في كل المؤتمرات المتعلقه طبعا بقضايا المناخ يتحدثون عن هذه النقطه وعن اهميتها في مساله احلال الطاقه الجديده والمتجدده. وحتى تخفيف الدعم للوقود الاحفوري، هذه نقطة هامة للغاية في هذا المؤتمر وأيضا النقطة الهامة يمكن هو الحديث عن التمويل الذي كان اليوم هو مخصص لهذه النقطة مسألة التمويل وهي النقطة التي ستكون علامة جذرية ونقطة فارقة في نجاح هذا المؤتمر لأنها إذا تحققت بالفعل مسألة إلزام الدول المتقدمة والصناعية والأوروبية وهي يمكن الحقيقة المسببة للانبعاثات الكربونية وغازات الدفيئه بالنسبه الاكبر طبعا الزام هذه الدول بيدفع مئه مليار سنويا الى الدول الفقيره وهو ما كان مؤكد عليه في مؤتمر باريس للمناخ الذي انعقد في 2015 اذا نجحت هذه النقطه يمكن دارين ستكون علامه فارقه في نجاح هذا المؤتمر بالفعل دانا يعني اشرتي الى ان اليوم كان هو يوم التمويل يعني التنظيم المصري طرح اجنده لهذا المؤتمر او لهذه النسخه من المؤتمر لكي تصبح ايام تلو ايام اليوم كان يوم التمويل وغدا يوم اخر يبحث شان اخر وهكذا اليوم كان اليوم مختص بشان التمويل ودعيني دانا استعرض مع الساده والمشاهدين ومعك ما جرى من فعاليات خلال هذا اليوم كانت هناك جلسه برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضوره شخصيا كانت تتعلق بالتمويل او تمويل المناخ في هذه الازمات الصعبه. كانت هذه الجلسه يعني حصل فيها الحاضرين او الحاضرون على تصريحات من قبل دوله رئيس مجلس الوزراء تتمحور حول ان انظار الدول الناميه تتجه نحو هذه القمه لاختبارا لمصداقيه انفاذ المعاهدات التي سبقت في النسخ السابقه لقمم المناخ السابقه. ايضا نادانا كان من ضمن فعاليات اليوم هناك جلسات وورش عمل خاصه بالخطاب الاعلامي الموجه لعموم الشعوب في كل انحاء العالم وكيفيه تبسيط وشرح المصطلحات الاعلاميه يعني كمثلا الهيدروجين الاخضر والطاقه النظيفه والانبعاثات كلها امور معقده كان لزاما على الخطاب الاعلامي ان يكون صحيح. مبسطا أيضاً لهذه المصطلحات عن ونحن نتحدث عن اجنده هذه ال... هذه القمه كوب 27 سيكون هناك ايضا يوم مخصص للمراه سيناقش طبعا دور المراه في هذه القضيه المتعلقه بالازمه المناخ وندره المياه والجفاف وما الى ذلك سيكون هناك ايضا يمكن مشاهدينا الكرام يوم مخصص للحديث عن المجتمع المدني ودور المجتمع المدني في حل هذه المشكلات المناخيه وأثارها السلبية يمكن كمان على حياة البشرية سيكون هناك يوم للشباب وده هيبقى يوم هام جدا نقدرين للحديث عن كل القضايا وكل التحديات التي تواجه الشباب وحتى التجارب الناجحة للشباب وأصحاب المصلحة وصناع السياسة ويسمح اليوم لأتفاعل يعني فئة الشباب وفئة المراهقين وأيضا الأطفال وهذه كانت مفاجأة طبعاً. هذه النسخة من مؤتمرات كوب عموماً مصر جاءت لتحمل مفاجأة لكل يعني كل نسخ كوب ومنحت الفرصة لأطفال العالم في التعبير عن أطروحاتهم وأفكارهم منحت الشباب الفرصة ليكون لهم أجنحة صحيح. هنا في نتحدث برين عن هذه النقطة لكن نذهب الآن إلى فاصل نعم. قصي ثم نعود لاستكمال هذه التغطية على شاشة إكس نيوز ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مشاهدينا بعد الفاصل وكما كنا نتحدث معكم قبل الفاصل عن اتاحه مصر العديد من الفرص من خلال الفعاليات الغير تقليديه والغير مالوفه تاثيرات التغير المناخي ودراستها واعلان الرغبه في القيام بتحدي هذه التغيرات والوقوف في وجه تداعياتها لم تعد فقط هي اختصاص المعنيين بهذا الشان من الخبراء والساسه والقاده. مصر الولاده القويه القادره أتاحت الفرصة أمام الأطفال أيضا خلال هذه النسخة من كوبا مؤتمرات كوبا وقمم المناخ للإدلاء بأصواتهم وأطروحاتهم وإيصال صوتهم ومناقشة مطالبهم مع أساسة وصناع القرار. كيف ستقف التغيرات المناخية في وجه مستقبل الأطفال وكيف عبر الأطفال عن وجهات نظرهم في أروقة؟ وقاعات اجتماعات كوب 27 بشرم الشيخ هذا ما سنعرفه مع ضيفنا خلال هذه الفترة من التغطية الخاصة بأكسترا نيوز الأستاذ تامر كرولوس المدير القطري لمكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية برحب بحضرتك معنا بنرحب بك يا فندم معنا طبعا على شاشة اكس نيوز يمكن هذه القضية الهامة للغاية أزمة التغيرات المناخية أصبح الجميع يدرك خطورتها على البشر وكل الأطياف وكل الفئات العمرية إيه اللي هتقدموه حضراتكم من خلال هذه القمة؟ يعني أولًا أشكركم على الاستضافة واستضافة هيئة قاضي الطفولة. يعني خلينا نبتدي بحاجة، أولًا إحنا بالنسبة لنا أزمة المناخ هي أزمة حقوق للطفل. ليه؟ لأن الأثر السلبي على الأطفال المباشر وغير المباشر من تداعيات التغير المناخي هي بتأثر على حقوقهم إن هم يتعلموا، حقوقهم في الصحة، وحقوقهم في الحماية. صحيح. فبالتالي مهم جدا ان الاطفال فعلا يبقى ليهم صوت وصوت مسموع وراي في ايه الاثار الجانبيه اللي هي السلبيه اللي بتاثر عليهم ممكن تاثر عليهم وايه اقتراحاتهم ومقترحاتهم وتطلباتهم بشكل ده ما يحصلش طبعا زي ما احنا عارفين كمان ان الاطفال هم الاكثر عرضه للاثار السلبيه للتغير المناخي من ناحيه فيضانات من ناحيه جفاف او يعني موجات حر فبالتالي برضو هم ليهم الحق ان يعني يبقى ليهم صوت مسموع. بس هيكون ما. في جلسات مش كده؟ فيما يخص الطفوله. طبعا وزي ما انت قلتي ان هو لاول مره في اي من مؤتمرات الكوب هستاذن حضرتك استاذ تامر لو بس اتقرب المايك اه طيب. يعني الحقيقه ان هو زي ما انت قلتوا ان ان اول مره في مؤتمرات الكوب هنا في كوب 27 سمح للاطفال انهم يخشوا المنطقه الزرقاء. البلو زون اللي هي فيها طبعا رؤساء الوفود والوفود نعم يعني قامت مصر بالفعل باتاحه الفرصه لعشره اطفال من جنسيات مختلفه اليوم للدخول الى المنطقه الزرقاء ومناقشه وجهات نظرهم والادلاء بمطالبهم امام الساسه وصناع القرار. كيف قيمت هذه المبادره المصريه ويعني كيف نظرت الى هذه الخطوه الغير مالوفه في مؤتمرات كوب؟ يعني طبعا احنا سعداء جدا بيها، يعني دي حاجه احنا كهيئه قصد الطفوله الدوليه ومع كل المنظمات اللي هي معنيه بحقوق الاطفال وكمان بازمه مناخ ان فعلا يبقى في صوت الاطفال داخل البلو زون. دي طبعا جت بدعم مباشر من رئاسه الكوب 27 واحنا طبعا يعني مش عايزينها تبقى اخر مره يعني عايزين طبعا الفرصه اللي جت هنا في مصر أكيد. دي تتكرر تاني ان شاء الله السنه الجايه في 28 في الامارات وكل كاب بعد كده لان طبعا احنا مش عايزين ان احنا يبقى استفدنا حاجه او كسبنا حاجه او الاطفال كسبوا حاجه او حق وان احنا ناخدها منهم آه تاني طبعا طب اكيد حضرتك تابعت منذ بدء فعاليات قمه كوب 27 تصريحات السيدة الرئيس في بدايه الجلسه الافتتاحيه وكان دائما السيد الرئيس يكرر ويقول دائما عن اهميه العمل والاتحاد وعن فكرة توحيد كل الجهود ليس فقط الدولية لكن حتى الجهود الدولية وعلى المستوى الإقليمي إلى أي مدى ستكون هذه القمة من وجهة نظر حضرتك طبعا بمثابة انطلاق لكل الجهود ولتكاتف الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة التغيرات المناخية يعني طبعا زي ما انتم عارفين احنا بالنسبه لنا يعني كمصر استضافه مصر وست رئيس يعني شدد على فكره ان القاب هي قاب افريقيه تمام وبالتالي فدي جزء من يعني طبعا الشغل الاقليمي اللي احنا ممكن نعمله في المستقبل. طيب حضرتك اكيد تابعت الجلسه واطروحات الاطفال والادلاء بمطالبهم اليوم يعني ايه ابرز المطالب اللي جاءت على ألسنة الاطفال عن تاثير التغير المناخي على الاجيال الحديثه يعني طبعا هم متطلباتهم كانت مركزه بالذات النهارده جلسه النهارده وعلى فكره الجلسه بتاعه النهارده دي واحده من خمس جلسات على مدار الاسبوع ليست الأسواني. الاولى لا هي الاولى بس لكن هيبقى في جلسات تانية لا. بكره وفي يعني على مدار, على مدار بالظبط النهارده ركزوا على ثلاث حاجات تاثير السلبي من ناحيه الصحه والتعليم وعلى الزراعه <تصفيق> <تصفيق> آه والفكره كلها كانت ان هم بيدوا آه بين تجاربهم الخاصه وتجارب الاطفال في حتت تانية في العالم ايه الاثر السلبي؟ فطبعا يعني آه عدم الوصول للمدرسه لو كان في فيضان المدارس بتضمة آه الصحه برضو من ناحيه الامراض المعدية وكمان طبعا التاثير على الزراعه والدخل والتغذيه وعموما الامن الغذائي يعني هم مطالباتهم كانت النهارده خاصه بالتمويل. هم طالبوا انه يبقى لما يجي يبقى في تمويل آه ل آه يعني تبعيات آه يعني الـ 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 الازمه المناخيه ان يكون الاطفال وحقوقهم هي جزء من الفكر في ناحيه التمويل، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما باجي بيحصل مثلا فيضانات وده اثار ممكن ان انا اقول طيب انا هبني حاجه هنا هحاول اعمل كده لكن احنا بنقول لازم يبقى في تركيز مثلا على المدارس م. لان مثلا اللي احنا عارفين طبعا لو الولد ما يروحوش المدارس لفتره معينه ممكن يتسرب وما يرجعوش تاني فمثلا م. هي في دي فكره اللي هم قالوها برضه من ناحيه الصحه ومن ناحيه الزراعه طيب يمكن دلوقتي من اثناء حديث حضرتك انت تحدثت عن اهم الظواهر الكارثيه المتعلقه بقضيه المناخ زي الفيضانات والجفاف هل عند حضراتكم مثلا خطة بديلة في حال استمرت هذه الانبعاثات الكربونية أو هذه الظواهر الكارثية المنظومة اللي ممكن أنتم تشتغلوا عليها الفترة الجاية؟ طيب يعني هي أي هي تقريبا بتتحدد في جزئين الجزء الأول هو إزاي إن إحنا نقدر نقوي من الريزيلينس أو قوة المجتمع والأفراد والأطفال وبالذات اللي هم مستضعفين إن هم يقدروا يواجهوا الشاق نفسها بتاعة انه يكون في جفاف او يكون في فيضان تمام فده بنشتغل مع المجتمعات على اساس مثلا لو مثلا مدرسه بنشتغل على الخط الطوارئ بتاعة المدرسه بنشتغل على المبنى نفسه بنشتغل بنشوف ازاي ممكن ان هو يصمد مثلا لفيضانات هكذا فدي اللي هي الفكره ان انا بحمي قبل ما تقع صحيح الجفاف. بعد ما بتحصل قدر الله بيبقى طبعا الشغل لازم بتاعنا وده مش يعني ده على مدار العالم ويعني لنا سنين بنعمل الكلام ده هو طبعا الاغاثه ان لازم يكون في اغاثه وبيبقى في سرعه ان احنا بنوصل للمتضررين احنا كسيف طبعا هيدا كنا بنشتغل كتير في مجال الصحه والتعليم في الازمات وفي الازمات طيب حضرتك قلت ان النهارده كان انشطه الاطفال ومطالبتهم واطروحاتهم ومشاريعهم كلها كانت بتتمحور حول التمويل لان اليوم كان هو يوم التمويل في القمه هل كل جلسات الاطفال وجداول عمل جلسات الاطفال وورش عمل الاطفال المجدوله على القمه يعني سترتب حسب الايام المطروحه على جدول اعمال القمه ككل يعني اليوم التمويل غدا مثلا الانبعاثات الحراريه وغيرها ما هي المواضيع التي سيناقشها وسيطرق ابوابها الاطفال تمام يعني هو يعني مفروض انهم الاطفال يشاركوا في كل الايام يعني بس بالنسبه لنا احنا الجلسات اللي هم يعني يشاركوا فيها هيبقى في طبعا يوم الشباب والاجيال المستقبل بكره وطبعا دي هيتكلموا على قياده الشباب والاطفال في مكافحه التغير المناخي طبعا في عندنا برضو في يوم الحلول وهنسمع منهم برضو افكارهم من ناحيه الحلول يوم الحلول في يوم اسمه سولوشن او الحلول يعني بيسكلي اللي هي ايه الطروحات عشان يبقى في حلول للمشاكل بتاعه ازمه المناخ وفي يوم المجتمع المدني وبرضه هيتكلموا عن دور المجتمع المدني وازاي له دور برضه في الشراكه في المجال ده. كنا يمكن كمان في يوم وده يمكن هيكون يوم مهم جدا عن الحلول المطروحه او مناقشه هذه الحلول الحلول الممكنه بالضبط زي مثلا المدن المستدامه مباني خضراء اداره النفايات بدائل البلاستيك هل عند حضراتكم بقى حلول او مخرجات عايزين تخرج بيها من خلال جلسات المختصه للأطفال؟ طبعا يعني احنا بالنسبه لنا يعني هو في جزئين مهمين جدا يعني آه وللاسف نرجع لنقطه تانية هي نقطه التمويل آه لأن طبعا التمويل الناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده انه في فعلا نقص يعمل في التمويل من التزامات اللي هي ال 100 مليار دولار في السنه فده لازم يكون موجود احنا كمان بنطالب ان هو آه يعني ان يبقى في تمويل برضو للخساره والاضرار لان حاليا مفيش الموضوع ده آه لانه مهم جدا آه والمهم كمان ان هو يبقى في التزام بالدرجه ونص اللي هي آه في اتفاقيه باريس لكن الأهم حاجة بجد بالنسبة لنا هي صوت الأطفال آه، وصوتهم ده حقهم فبالتالي لو إحنا خرجنا فعلاً من قاب 27 بإن إحنا سمعنا للأطفال وسمعنا رايهم ومتطلباتهم دي هتفرق معنا كتير في المستقبل من ناحيه ان احنا نلاقي الحلول كم كانت اعمار الاطفال المشاركين في هذه الجلسات وهل استطلب او تطلب عفوا ذلك منكم مجهود مثلا لي يعني لتلقين هؤلاء الاطفال ام كان منهم مبادرات ذاتيه من قبل الاطفال؟ كيف كانت المشاركه؟ صف لنا المشاركه من قبل الاطفال. طيب يعني هو الاطفال احنا معنا 10 اطفال، خمس اطفال الاسبوع ده. وخمس اطفال الاسبوع الجاي الاطفال عمرهم من 12 ل 16 سنه بس دول هم احنا عملنا جلسات استماع لتقريبا 4000 طفل في مصر وده كان جزء من حاجه عملناها عالميا منذ متى بدا التحضير؟ التحضير تقريبا ابتدى من شهر ثلاثه واربعه اللي فات عملنا الجلسات دي الاستماع مش بس في مصر في 41 دوله تقريبا مع ألف طفل هنا في مصر عملناها تقريبا في 17 محافظه ومن الأربعة. مبادره جبال الامل يعني هكذا دي اطلقتم دي عليها دي بالضبط. أو الأمل. جيل الامل بالظبط مبادره جيل الامل وطبعا هي الفكره ايه ان هو لا ما فيش تلقين يعني لو تالقين يبقى احنا ما حاجه يعني احنا يعني كل منهم هل حضراتكم مثلا حاطين هدف معين للوصول ليه هو ده اللي ممكن اذا امكن القول ان احنا نقول اللي هيميز المؤتمر اذا كان ناجح بالنسبه لحضراتكم هل حاطين نقطه معينه عايزين توصل لها من خلال هذا المؤتمر يعني زي ما قلت يعني الفكرة صوت الاطفال بس هو يعني لو احنا قلنا يبقى ناجح 100% ان لو في الديكلاريشن الاخراني او في توصيات المؤتمر او مش التوصيات الديكلاريشن ان هو يبقى واضح فيها ان مشاركه الشباب والاطفال غير اللي هم جايين مع وفود رسميه لان هو يعني الاطفال بتشارك من قبل كده اللي هم جايين مع الوفود الرسميه ان يبقى الاطفال والشباب اللي هم مش جايين مع وفود رسميه يبقى ليهم اماكن وليهم حق ان هم يحضروا كل كاب ويخشوا في المنطقه الزرقاء ومش بس يعرضوا رايهم لكن يبقى في كمان قاعدين في جلسات الحوار من طبعا. وغير طبعا تفاعلهم ودي طبعا يعني بالنسبه لنا هتبقى مهمه جدا ان ان ويبقى يعتبر بالنسبه لنا ده ده نجاح يعني طيب آه زي ما حضرتك تفضلت وقلت آآ يعني آآ التنظيم المصري منح الاطفال المشاركه في خمس جلسات ضمن آآ آآ جلسات سبعة 27. ليست هذه المشاركه الوحيده فقط للاطفال ايضا فئه المراهقين والشباب من خلال هنا في الجرين زون او المنطقه الخضراء يوجد مناطق مخصصه واماكن عرض للجامعات المصريه في الفئه الاولى والثانيه وخاصه جامعه الجلاله لها ركن تعرض فيه مشاريع هؤلاء الطلبه من فئه المراهقين انجاز التعبير يعني سن 18 و19 سنه كيف يبرهن ذلك على مدى وعي الدولة المصرية ومدى حرص الدولة المصرية على توعية جيل جديد وخلق جيل جديد قادر على إعانة الدولة على تحقيق استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة 2030 طبعا هي يعني واضح أنها بتبين أنه في اهتمام كبير جدا وعي بالموضوع ده مهم لأن طبعا يعني إحنا يعني لو أطفالنا وشبابنا مش واعيين لو مش مدركين باثار التغير المناخي وازمه المناخ ومش مبادرين ان هم يلاقوا حلول وان هم يناقشوا وان هم ياخدوا ارائهم يبقى فعلا مش نقدر ان احنا نوصل لحاجه فمهم جدا مش بس في ازمه التغير المناخي لكن في اي ازمه وفي اي مجال كمان يعني. طبعا آه يمكن احنا دائما نتحدث عن الابتكار الابتكار الابتكار, الابتكار كحل لمواجهه هذه الازمه ازمه التغيرات المناخيه، سؤالي هنا لحضرتك استاذ تامر كيف ممكن ان يكون الابتكار مع توافر الحلول الابتكاريه مع تطور التكنولوجيا اذا امكنا القول ان يكون حل او يعطي حتى امل لمواجهه هذه التغيرات المناخيه، كيف ممكن توظيف الابتكار اذا امكن طبعا القول مره ثانيه لحل المشكلات المناخيه في هذا التوقيت؟ طبعا هو جزء مهم جدا وده اكشلي حاجه احنا بنلاحظها طبعا مع الاطفال ومع الشباب ان هم يعني قدرتهم على الابتكار طبعا بتبقى يعني عاليه جدا وطبعا الابتكار مهم لان هو بي بيوظف لي الموارد بتاعتي بطريقه جديده وبالاخص ان هو ممكن يبقى فيه حلول مش محتاجه التمويل يكون عالي ممكن تستخدم المواد اللي هي موجوده محليا وهو جزء مهم، لكن نقول كمان جزء مكمل للابتكار هو زي ما نقول ال تشينج او ال ال والرؤى تجاه المشكله. فلازم نشتغل على الاثنين، لازم نشتغل على التوعيه ولازم نشتغل على الابتكار يعني. طيب استاذ سامر احنا هنتكلم عن النقطه دي باستفاضه وبشكل اكبر بس هنروح دلوقتي مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطيه على شاشة اكسن نيوز ابقوا معنا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل إلى هذه التغطية الحية والمباشرة على شاشة أكسترا نيوز والتي نستكمل من خلالها الحديث عن مشاركة الأطفال ضمن النسخة السابعة والعشرين من قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة ضيفنا الأستاذ تامر كرولوس المدير القطري لمكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية برحب بحضرتك مرة ثانية أستاذ تامر وكان عندي سؤال عن مجريات الجلسة ما الذي تم خلال الجلسة وكيف تعاطى صناع القرار والساسة والمسؤولين مع متطلبات الأطفال كيف كان التعاون كيف سارت الجلسة يعني ضعنا في نطاق الجلسة <applause> طيب يعني هو باختصار يعني هي الجلسة كانت تقسمها لثلاث أجزاء الجزء الأول الأطفال طلعوا وقالوا كلمة كل واحد يعني ثلاث أطفال قالوا كلماتهم وبعد كده كان في عندنا لجنه من خبراء اللجنه دي برضو طلعت وردت على بعض التساؤلات ومدخلات الاطفال واضافوا عليها وبعدين في الاخر كان في برضو فرصه ان هو من المشاركين ان يبقى في اسئله واجوبه الاهم حاجه ان هو التفاعل طبعا كان ممتاز جدا يعني حتى مش عايز اقول ان هو مع بدايه الفعاليات هو كان في في الجناح بتاع المجتمع المدني في البلو زون إن الناس ابتدت يعني كانت ماشيه عادي ابتدوا لا يقفوا ويبصوا وزحمه وسمعوا وكان في فعلا اهتمام كبير جدا لان طبعا حاجه غير مألوفه دي حاجه، الحاجه الثانيه اللي فعلا الاطفال كانوا بيقولوا حاجه مميزه وحاجه فعلا من القلب فبالتالي اثرت برضو على الناس جامد يعني. طيب خلينا نتكلم عن مبادرة جيل أمل يمكن قبل الفاصل كنت حضرتك بتكلمنا عنها أهميتها في الوقت ده وإيه اللي ممكن تقدموه من خلال كوب 27 والصعاب اللي كانت بتواجهكم في الفترة اللي فاتت تمام يعني هو جيل الأمل هو دي حملة دولية بتقوم بها هيئة القصة الدولية سيفت تشولن عالميا وهي لتفعيل وتحفيز دور الاطفال والشباب في مساله ازمه تغير المناخي نعم وهي المفروض على مدار ثلاث سنين هي هتبقى يعني زي ما بنقول ان احنا كوب 27 بالنسبه لنا دي دي انطلاقه لصوت الشباب والاطفال وانه على مدار السنتين ثلاثه الجايين لازم يبقى في فعاليات وتفاعل مع الاطفال والشباب على المواضيع اللي هي خاصه بازمه المناخ لان طبعا احنا عارفين يعني المواضيع مش سهلة طب يعني لو عايزين مثلا حد من الساده المشاهدين حابب انه الاطفال ولاده مثلا يشارك في هذه المبادره هل باب الاشتراك لازال مفتوح ما هي المعايير التي على اساسها بيتم اختيار الاطفال المشاركين في المبادره يعني مم. احنا في الحقيقه لسه ما يعني احنا ما فتحناش باب على الاخر يعني هو حاليا كان في برضو بعض الافكار اللي هي نابعه من وزاره التواصل المجتمع الاجتماعي مم. مع الوزيره كانت عشان طبعا في الوزاره هت هتطلق استراتيجيه التطوع في مصر آ... عن عن يعني قريب آ... فطبعا ومن هنا يمكن... بالفعل آه بات... صح يعني. لا, يعني... لا ومن هنا بالفعل تكمن اهميه العمل الجماعي والعمل التطوعي وحتى المبادرات التطوعيه ل... لنفس النوع ده بالظبط ف... فطبعا إن هي لازم تكون طبعا في اطار ال... العمل الاهلي وطبعا تحت رعايه الوزاره فهيكون طبعا ليها يعني خصائص خاصه وازاي نحط الشروط وازاي ان كل واحد يتفاعل لكن في الاخر يعني ممكن تبقى ان هي كمان في ابسط الاشياء ان الواحد يتفاعل حتى على السوشيال ميديا يعني مش لازم ان انا انزل او اعمل حاجه خاصه لكن هي برضو اوقات هي بتبقى ان انا بس اتفاعل مع المواضيع ذاتها إذا هي صورة من صور التكامل ما بين قطاعات ومختلف قطاعات الدولة والتكامل بين مجتمع المدني إذا جاز التعبير في العالم ككل بتمثل هذه المبادرة أستاذ تامر كرولس المدير القطري لمكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة حضرتك أفدتنا جدا في يعني هذا الشق من مشاركة الأطفال ضمن مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ شكرا, شكراً جزيلا لحضرتك شكرا, شكراً جزيلاً. طيب دلوقتي نطلع لفاصل لقصيته من عود استكمال هذه التغطية مشاهدينا الكرام ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا ما مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز لتغطيه فعاليات قمه المناخ كوب 27 الحدث الاكبر والاهم على ارض مدينه السلام المدينه الخضراء مدينه شرم الشيخ مشرفنا طبعا دلوقتي خلوني ارحب بالاستاذ عادل سعيدان المسؤول عن التمويل المناخي بالوفد التونسي المفاوض مع الامم المتحده برحب بحضرتك يا فندم معنا مرحبا بكم وشكرا لقناه اكسترا نيوز على الاستضافه وأود أن أشكر كذلك جمهورية مصر على حسن الاستقبال وعلى حسن التنظيم لهذه التظاهرة الكونية الهامة والهامة جدا بيتك في بيتك بارك الله فيكم شكرا طيب في العالم كله يمكن أستاذ عادل بيعاني من العديد من الأزمات طبعا في العالم أجمع الأزمة الروسية الأوكرانية كان قبلها ازمه كورونا الى ان مصر طبعا نجحت بشكل كبير ان تستضيف كل قاده العالم للحديث عن القضيه الاهم التي تهم العالم كله وهي ازمه التغيرات المناخيه من وجهه نظر حضرتك الى اي مدى تشكل قمه كوب 27 ناقوس خطر اذا اجاز التعبير للعالم كله لتحمل المسؤوليات بشكل اكبر في الوقت القادم بالفعل التغيرات المناخيه اصبحت منذ العديد من السنوات تشكل اهم حدث في العالم Uh, uh, لانها اصبحت لها تاثيرات سلبيه وسلب كبيره جدا على على الارض وعلى الانسان وعلى سيستم وكل تقريبا ما يوجد على هذه البسيطه. آه انا منتظر من الكوب كوب 27 هو ان يكون الكوب تنفيذ ل اتفاق باريس وهذا المنتظر هذا شعار تنفيذ التعهدات بالطبع هذا شعار القمه وهذا المنتظر كذلك ونامل ان نتوصل في نهايه اشغال كوب 27 الى الامبلمنتيشن الى تنفيذ كل ما جاءت به آآ آآ الاتفاق باريس اللي الى حد الان ما زالت فيه العديد من النقاط المتعلقه سواء منها بالتاقلم التكيف ما يسمى عندكم بالتكيف مع التغيرات المناخيه او بالتخفيض او ما يتعلق بميدان التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئه والنقطه الهامه والهامه جدا هي المتعلقه بالتمويل وما ادراك ما التمويل ومثل ما تعرفون بان ما المال هو عصب ما يسمى عصب الحرب او ما اهم شيء في في الحياه وبالتالي نعم وبالتالي يعني هذه النقطه عند نقطه التمويل حضرتك مسؤول التمويل المناخي في الوفد التونسي أيوة واليوم كان يوم التمويل في أيوة قمه المناخ أيوة أيوة آه يعني آه اكتشفنا او من النتائج التي خرجنا بها من هذا اليوم هو ان للتمويل صور متعدده وليست التمويل المالي فقط او المادي فقط بل ان هناك آه صور عديده للتمويل مما يخدم عمليه التنميه المستدامه على المستوى الدولي دعنا نعرف أستاذ المشاهدين على ما هي صور التمويل المتعددة الأخرى غير التمويل المادي آه هو فيه الآن العديد من من آليات التمويل أصبحت لأنه يعني نريد أن نضع ما يسمى بآليات جديدة للتمويل المادي بالطبع هنا أريد أن أؤكد على التمويل المادي لأنه التمويل المادي بالطبع. الاهم بالطبع لانه منذ اتفاق باريس ومن قبل اتفاق باريس منذ كوب الى كوب قطر كوب 11 تم الاتفاق على احداث صندوق الاخضر للمناخ وتم تفعيله من بعد سنه وتم التزام الدول الدول المتقدمه والدول المصنعه التزمت بتوفير 100 مليار دولار سنويا ل الدول النامية. للدول الناميه مزمين. لكن الى حد الان هذه هذا المبلغ لم يتم توفيره ولم يتم توفير حتى نصفه وبالتالي الدول الناميه اللي منها تونس ومنها مصر ومنها قارتنا الام افريقيا ما زالت تطالب بهذا التمويل المادي صحيح. لانه التمويل المادي هو الاساس وبالتالي نحن بصدد البحث في كوب 27 على كيفية الوصول الى تعبئه تعبئه نعم عداله مناخيه عداله صحيح. مناخيه بالاساس لانه مثل ما تعرفون القاره الافريقيه لا تمثل تقريبا سوى نسبه 3% من نسبه الانبعاثات الغازيه في العالم وهي في بالمقابل هي تتاثر سلبيا بشكل اكبر, بشكل أكبر واكبر مثل ما تشاهدون ومثل ما تلاحظون خلال هذه السنوات الأخيرة هنالك ما يسمى ما هناك ما يسمى بالكوارث الطبيعية التي نعم أصبحت في أستاذ شكل عادل يعني حضرتك تكلمت عن التمويل المادي وهو أيوة المفهوم العام للتمويل أيوة نريد أن نعلم برضو أستاذ المشاهدين ما هي صور التمويل الأخرى صور التمويل الأخرى هي المساعدة الفنية المطلوبة من الدول النامية هي كذلك الاليات الجديده الغير الكلاسيكيه ما يسمى بالاليات الجديده للتمويل على غرار جرين بونز هي كذلك نحن في تونس قمنا بمجهودات وطنيه في إحداث صندوق وطني للانتقال الطاقي اللي منه نحاول التكيف والتخفيف من من انبعاثات وهذا الصندوق قمنا به بمجهود وطني بحث صندوق الانتقال الطاقي الذي يعبأ و... و... ينجز مشاريع بحدود تقريبا من 25 الى 30 مليون دولار سنويا في مجال النجاعه الطاقيه وفي مجال الطاقات الجديده. مساله التكيف اللي حضرتك تحدث عنها هي نقطه غايه في الاهميه وهي من اهداف رئاسه مصر لكوب 27 لكن حضرتك تحدثت عن نقطه هامه وهي مساله الانتقال للطاقه الجديده والمتجدده ويمكن اكيد حضرتك متابع لانعقاد هذه القمه في البدايه كان في تصريح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه قال بانه الكل اصبح يدرك اهميه الطاقه الجديده والطاقه النظيفه الان معظم الناس ومعظم الدول يعتمدون بشكل او اخر على الوقود الاحفوري صح فمن هنا السؤال هل الاعتماد والانتقال الى الطاقه الجديده هو امر قابل للتحقق ام هو صعب في هذا التوقيت هو هو في الحقيقه صعب لانه يتطلب اعتمادات ماليه كبيره يتمد تتطلب تمويلات كبيره ولكن ليس هنالك حل الا في الوصول الى الطاقات المتجدده لان الطاقات الكلاسيكيه الطاقات الاحفوريه هي مآلها الزوال مثل ما تعرفون وبالتالي هي الطاقات المستدامه صحيح؟ لا يجب علينا ان نعتمد الطاقات هي نعتمد الطاقات المتجدده ما يسمى بالطاقات الجديده والمتجدده صحيح. اللي هي البديله الطاقات البديله على غرار طاقه الشمس هي الرياح م. الى غير ذلك مثل ما تعرفون في في دولنا الـ 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 الافريقيه عندنا طاقات كبيره وعندنا بوتنشل كبير في ماده فيما يتعلق بالطاقه الشمسيه لكن هذا يستدعي توفير اعتمادات هامه هذه الاعتمادات في غالب الأحيان لا يمكن توفيرها على المستوى الوطني نظرا للظروف الصعبة الاقتصادية والظروف المالية العمومية التي تعيشها بلداننا مثل ما قلت منذ قليل أزمة كوفيد-19 خلفت العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاديات الدول كل الدول تقريبا وبشكل خاص اقتصاديات الدول النامية، كذلك الحرب مثل ما تعرفون الاخيرة اللي الساحة الاوروبية هي كذلك اثبتت لنا ضعف العديد من الدول مثل دولتنا مثلا على اساس انه العديد من المواد الاولية التي نستهلكها هي مستوردة، وبالتالي وجب علينا ان نعول على ذاتنا سواء فيما يتعلق بالطاقات او فيما يتعلق كذلك بالمواد صحيح. الغذائيه، ولما نتكلم عن المواد الغذائيه انه كذلك من جمله التاثيرات السلبيه والانعكاسات السلبيه للتغيرات المناخيه هي تاثيرها على الغذاء، مثل ما تعرفون المجاعات عفانا وعافاكم الله. هي تؤثر على ندره المياه. ندره المياه صحيح. و وندره والجفاف. الغطاء النباتي الى غير ذلك. صحيح. نعم كيف جاءت المشاركة التونسية في يوم التمويل ما هي المطالب التي تقدمت بها تونس في الجلسات المخصصة لتمويل اليوم هو تونس مثل ما تعرفون تنشط ضمن مجموعات بالأساس ضمن المجموعة الإفريقية ومجموعة العربية تم التركيز بالأساس مع المجموعة العربية بالمطالبة بالترفيع فيما يتعلق بموارد صندوق صندوق التكيف Adaptation من 2 الى 5% وبمضاعفه المضاعفة الاعتمادات المخصصة للتكيف يعني مثل ما تعرفون إنه اتفاق باريس يتحدث على التساوي مساواة بين التكيف والتأقلم لكن إلى حد الآن ليس هناك مساواة فيما يتعلق بالاعتمادات أي الأموال والتمويلات المخصصة للتأقلم والتكيف وبالتالي فان المجموعه الافريقيه طالبت وتم تم الموافقه في الرزنامه في الكوب تمت الموافقه على هذا الطلب بالتالي فان تونس بمفردها مثل جمهوريه مصر لا, لا ليس لها ليس لها نفوذ كبير بطبيعة الحال لأنه مثل ما تعرفين هنالك مجموعات ومجموعات كبيرة ولها أهمية ولها تأثيرات كبرى على غرار جي على مجموعة 77 والصين ننشط كذلك في إطارها والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية وبالتالي هدفنا هو هدف ومطالبنا هي مطالب إفريقية عربية بالاساس ومن هنا يمكن تكمن اهميه هذه القمه وهي مساله توحيد الجهود الدوليه والافريقيه لمواجهه هذه الازمه وحضرتك يمكن في بدايه كلامك ذكرت نقطه غايه في الاهميه وهي مساله انه القاره الافريقيه والقاره السمراء هي الاكثر تاثرا من التغيرات المناخيه لكنها الاقل سببا في احداث هذه الازمه التغيرات المناخيه وتتحمل النسبه الضئيله من الانبعاثات الكربونيه. لو حضرتك تكلمنا عن اهميه دعم التمويل تحديد التمويل في تحقيق زي ما قلت عداله مناخيه لكل الدول الناميه والدول الافريقيه ايضا العداله العداله هي مفهوم نسبي مثل ما تعرفين العداله لا يمكن ان تكون عداله مطلقه مفهوم نسبي والمطالبه بعداله في التمويل هي ربما الاقتراب نسبيا من مثل ما قلت لك التساوي بين مساواه بين تمويلات التاقلم والتمويلات في التكيف هذا 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 ربما مطلب ومطلب رئيسي ثم هنالك كذلك في افريقيا لدينا العديد من الاقليات ربما على مستوى افريقيا الجنوبيه جنوب افريقيا بصفه عامه هنالك اقليات التي تشكو تشكو من العديد من المصاعب على غرار التغذيه وعلى غرار الوصول الى الماء هنالك المراه الافريقيه التي تشكو كذلك من العديد من المصاعب في تحمل مشاق الحياه منها الوصول الى الماء منها الى الحصول كذلك على الغذاء اللائق منهم الحصول على الحياه الكريمه والاطفال الذين كذلك لهم الحق في التربيه وفي الصحه طبعا. كل هذا هو من 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 الجوانب التي قلت عليها سيدتي يدخل في اطار يدخل في تحت مظله ما يسمى بالعداله والعداله مثل ما قلت لك لا يمكن ان هي ت... هي نسبيه كيف صار اليوم الاول للتمويل يعني ما هي المخرجات التي خرج بها المنسقون ذوي الشان الخاص بالتمويل المناخي ما هو مدى رضاكم عن يوم التمويل في قمة كوب 27 الحقيقة هو فيه اليوم كان مكامل مخصص للتمويل احنا شاركنا فيه العديد من لأنه أنا ضمن أنشط ضمن الفريق شاركنا في تقريبا كل التظاهرات اللي كانت مخصصة شاركنا مع كذلك لنا بعض السايد ايفانت فيما تونس قد شاركت في ديفانت المتعلقة بالتمويل على مستوى منظمة الفرنكوفونية إلى غير ذلك ثم لنا العديد من المفاوضين الشبان الذين تم اختيارهم وانتدابهم هذه السنة الثانية تم هذه السنة والسنة الفارطة اختيار مفاوضين شبان يوم مفخرة لتونس ومفخرة للوطن العربي يتقنون المفاوضات ويتقنون اللغات كذلك واليوم مثلا في آخر اليوم أعطونا قدموا لنا بعض الخلاصات المتعلقة يوم التمويل وكانت النتائج التي الحقيقة لا أريد أن أدخل في, في الجزئيات المفاوضات لأنه تقريباً المفاوضات ما المفاوضات والاخذ القرار ما زال لانه المؤتمر ما زال لكن الى حد الان النتائج او ربما ما تم التوصل اليه الى حد الان هو مرثي نسبيا <applause> مثل ما قلت لك لا يمكن لشخص بوحده ان يقوم بحضور كل هذه التظاهرات وبالتالي تم اليوم توزيع الادوار على مختلف الزملاء ومنهم مثل ما قلت لك شبان فيهم يعني العديد من هذه الفتيات هذه الفرصة التي أعطتها مصر لفئة الشباب ليس في مصر فقط ولكن للوطن العربي لتبرز أصواتهم على السطح ويطالبوا بمطالبهم. فاصل قصير مشاهدينا نعود من بعد لاستكمال حديثنا مع الأستاذ عادل سعيدان مسؤول التمويل بالوفد التونسي ابقوم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا من مدينه السلام مدينه شرم الشيخ مرحبا بحضرتك معانا مره اخرى استاذ عادل منورنا طبعا وخلينا نتكلم عن الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة يمكن تصريحات عدد كبير من قادة الدول حثوا على الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ويمكن هو مصطلح الحياة سمعناه كثير جدا الفترة الماضية وهنسمعه أكثر في الفترة القادمة لو تعرفنا ما هو الهيدروجين الأخضر وهل هو مكلف أم سهل التعامل مع الهيدروجين الأخضر شكرا الحديث مثل ما قلت الان اصبح على الطاقات المتجدده وعلى الطاقات النظيفه الموضوع الذي تمت اثارته منذ بعض السنوات والان خلال هذه السنه هو استعمال ما يسمى بالهيدروجين الاخضر وخاصه في المجالات الصناعيه وفي مجالات حتى السيارات في مجالات كوقود للسيارات الهيدروجين الاخضر تم الاول كان في الحقيقه كان ميدان ربما شبه شبه اللغز لكن خلال السنوات الاخيره تم التعامل معه بصفه جديه واصبح الهيدروجين الاخضر قابل للاستعمال لانه الاستعمالات الاولى كانت ربما كانت تشكل خطر على على الصحه ولكن خلال السنوات الاخيره تمت السيطره على هذا الهيدروجين الاخضر هو صحيح ككل تكنولوجيا جديدة في الأول يكون مكلف ويكون مرتفع السعر لكن بي ربما باستعمال المكثف وبالسيطرة على هذه التكنولوجيا ربما يتم التخفيض ويتم الولوج إليها أو أن معظم الدول ربما تستطيع استعمالها لكن في الوضع الحالي هي مقتصرة بالأساس على بعض الدول الذي ربما تعتبر محظوظة أو ماديا أو ماليا أن تستطيع أن تقوم باستعمال الهيدروجين الأخضر يعني ربما المتابع للشأن المناخي يعلم جيدا أن كل قمة من قمم المناخ تستحدث مصطلحات مناخية جديدة ما هي أبرز المصطلحات التي برزت في هذه القمة؟ هذا سؤال مفاجئ الانبعاثات الكربونيه الصفريه؟ هو واحد من اهم المصطلحات يمكن اعتقد الانبعاثات الكربونيه الصفريه بما يعني الحفاظ على درجه حراره الارض عند واحد ونصف درجه صحيح؟ لا هذا 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 هو المفهوم قديم لكن المصطلح جديد صحيح صحيح طيب حضرتك كيف تابعت هذه النسخه من المؤتمر يعني كيف هو انطباعك عن كوب 27 المقامه في شرم الشيخ منذ من وصولكم الى مدينه شرم الشيخ من ناحيه اللوجستيه او من ناحيه التنظيميه او من ناحيه المفاوضات من كل النواحي من كل النواحي اذا نبدا بالمساله ربما بالجوانب الشكليه او اللوجستيه منذ وصول الحقيقه انا كان وصولي الى مطار القاهره من تونس الى القاهره الحقيقه وجدنا استقبال جيد وطيب واحتفاء وبالقادمين بالاساس الى الكوب 27 لانه يعني الحقيقه شاركت في العديد من الكوب في العديد من المؤتمرات التغيرات المناخيه وفي بعض الاحيان هنالك حتى في المطارات لا لا نحس ان الدوله مستضيفه الكوب. بالنسبه لجمهوريه مصر الحقيقه منذ وصولنا الى قبل الوصول حتى في الطائره كانت الشعارات وكانت الإعلانات في في الطائرة، الإعلانات التلفزيونية إلى غير ذلك، كانت تروج للكوب. وصولنا كان كذلك إلى شرم الشيخ في في طيب، تم استقبالنا، تم إيصالنا إلى النزول كذلك، ثم فيما يتعلق بقصر المؤتمرات، قصر المؤتمرات في الحقيقة كان تنظيم جيد وجيد جدا انا حقيقه تم سجلت يوم الاحد كانت هو بحكم مشاركتي المتعدده في في المؤتمرات هو كان اصعب يوم تقريبا كنا نخاف منه هو يوم التسجيل لانه اليوم الاول او يوم التسجيل تكون فيه الازدحام كبير ويكون فيه الانتظار وجدت طويل وطويل في جدا تسجيل. بالنسبة بالنسبة للكوب 27 الحقيقة هذا شهادة أشهدها سواء أنا أو كل المشاركين اللي عرفتهم ليس هناك اكتظاظ ليس هناك ازدحام هنالك سيولة وهنالك معناها تسجيل يتم بطريقة سهلة وسهلة جدا ليس هناك بالفعل. ازدحام ثم فيما يخص توفر جميع المرافق على مستوى الشكل طائما واللوجيستي الحقيقه معنا يمكن هذه يمكن استاذ عادل استكمالا لكلامك هذه المنطقه الخاصه بالتسجيل قبل دخولكم قاعه المؤتمرات كانت مجهزه بكل الادوات الصديقه للبيئه بالتعاون مع وزاره البيئه خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا في حال يعني استمرت الانبعاثات الكربونيه المسببه الى غازات الدفيئه كيف من الممكن ان نتوقع يعني حجم التهديد الذي ستشكله على مصير البشرية هو مثل ما تعرفين هنالك ما يسمى بالاندسي ما يسمى بالالتزامات المحددة وطنيا تم هذه هذا الوثيقة كل دول أصبحت ملزمة بوضع هذه الوثيقة التي تلتزم فيها التخفيض من انبعاثاتها على مدة على مدة معينة ويجب أن توفر هذه الوثيقة وتودعها لدى سكرتارية التغي... سكرتارية نعم، اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية إذا العالم كله تقريبا العالم كله تقريبا ملتزم بالتخفيض من الانبعاثات هذه الانبعاثات التخفيض من هذه الانبعاثات لانه الدراسات العلميه اثبتت انه اذا لم نتصل لم نتوصل الى التخفيض بنسبه 1.5% مثل ما تعرفين فان ربما الكوكب كله مهدد على المستوى الصحي على مستوى الفلاحي على مستوى المياه كل 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 شيء بالنسبه لتونس مثلا قدمنا خلال سنه 22 الوثيقه هذه الوثيقه محينه و قدرنا فيها أن تخفيضات من هنا من هذه من من الان الى سنه 2030 ستكون في حدود 45% من الانبعاثات في تونس وهذا مثل ما تلاحظين سيدتي الكريمه هو رقم محترم جدا هذا الرقم 45% أستاذ عادل 45% هو ما حدده الفريق الحكومي المعني بالتغير المناخ التابع للأمم المتحدة بانخفاض الانبعاثات الكربونية, الكربونية عند 45% بحلول عام 2030 لا هذا هذا 1.5% لا أنا ما حكيت اللي حكيت عليه هو الوثيقة التونسية هي لندسي تونسية سي تونسية تم للا غاية هدفنا هو الى غايه 2030 تخفيض ب 45% نعم 45% وهذا مثل ما تلاحظين هو مجهود كبير وكبير جدا مثل طبعاً. مصر ومثل العديد من الدول التي التزمت طوعيا بان تخفض من انبعاثاتها على عكس بعض الدول الاخرى مثل ما تعرفين الدول المصنعه التي ربما ليست مواكبه ولم تلتزم بهذا الالتزام الكوني للتخفيض من انبعاثات. ربما كان اكبر دليل على ما تقوله استاذ عادل هو المكان الذي نتواجد فيه الان فهو مكان يعني بكل ما فيه هو مكان صديق للبيئه ايضا افتتاح فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس المرحله الاولى لمحطه انتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقه الاقتصاديه بقناه السويس كيف وجدت الخطوات المصريه الملتزمه كما عبرت حضرتك ب يعني التزاماتها في خفض الانبعاثات على هذا الكوكب هي ما هي ما تقدر تكون كل اشارات ايجابيه وايجابيه جدا من جمهوريه مصر اللي هي الان محل نظر العالم كل. مثل ما تعرفين هذه التظاهرة هي كونية هي أكبر تظاهرة اللي تستقبل عدد مشاركين عدد مفاوضين وهي الأكبر ربما حتى في متابعتها ويمكن ما ينافسها في في عدد المشاهدين والمتابعين كان ربما كأس العالم لكرة القدم وبالتالي كل الإنجازات التي قامت بها دولة مصر مثل المشروع الذي تحدثت عليه سيدتي أو حتى حتى مدينة شرم الشيخ أنا الحقيقة أول مرة أزور جمهورية مصر العربية وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة وشكراً شكراً, 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 شكراً ومدينة شرم الشيخ هي الحقيقة مثال يحتذى به فيما يتعلق بالتنظيم الطاقة الجديدة الطاقة الجديدة صحيح. فيما يتعلق بالتنظيم فيما يتعلق حتى بالتهيئة الترابية إلى إلى غير ذلك وبالتالي المشاريع يمكن التي هي طلت على كل قادة ورؤساء دول العالم بأنها تتعامل الآن بالطاقة الجديدة والمتجددة في كل مؤسساتها وفي وسائل النقل والمواصلات وحتى خدمات الانترنت إحنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه طبعا عادل سعيدان المسؤول عن التمويل المناخي بالوفد التونسي المفاوض مع الامم المتحده شكرا بارك جزيلا حضرتك شكرا شكرا, شكرا, شكرا شكرا طيب مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطيه من فعاليات قمه المناخ كوب 27 على ارض مدينه السلام ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى هذه التغطيه الحيه على شاشه اكس نيوز لتغطيه فعاليات قمه المناخ الحدث الاكبر والاهم بالنسبه للعالم اجمع كوب 27 منورني طبعا دلوقتي خلوني ارحب باستاذ ايمن اسماعيل رئيس مجلس اداره الميثاق العالمي الأول المتحده برحب بحضرتك فندم معانا الله يخليكي ميرسي اهلا, بيك. أهلا بيك. خلينا نبدا في البدايه عن اهميه المؤتمر وازاي حضرتك شايف جهود مصر الحثيثه التي قام بها السيد الرئيس والقياده السياسيه في الانتقال للطاقه الجديده <سؤال> والمتجدده <سؤال> واقامه واصرار مصر على اقامه هذا المؤتمر <سؤال> في هذا التوقيت بالتحديد. احنا سامعين حضرتك اتفضل. طيب تمام. أولًا متشكر على استضافتكم وربنا معاكم أنا عارف إحنا دلوقتي داخلين على الساعة 11 وأنتم من الصبح شغالين فبجد كلنا بنشكركم أن أنتم بتغطوا حاجة مهمة زي دي في مصر طبعًا حقيقة لو هنتكلم أنا أنا حابب أبسط الموضوع لأنه يعني يمكن أنا حضرت جلسات كتيرة قوي وشفت تغطيات والموضوع بالنسبة للناس بقى صعب وفي مصطلحات كتيرة جدًا لخبطتنا كلنا فلو سمحتي لي كده انا هحاول بس ابسط الموضوع صحيح. حقيقه انا بحب دايما لما نتكلم على المناخ والبيئه نرجع الموضوع لاصله هو الحقيقه ما حدش فينا بيقول انه الارض لازم تفضل زي ما هي لانه لو الارض فضلت زي ما هي معناها انه ما فيش تنميه معناها انه ما فيش تطور صحيح. وده شيء مش ممكن يحصل لكن الحقيقه الموضوع كله بي لازم يدور حوالينا، حوالين البني ادم، حوالين الانسان، ودي هي الحاجه المهمه، احنا كل اللي بيحصل ده عشان الانسان يعيش حياه افضل، فده شيء بالنسبه لنا مهم جدا، فبمنتهى البساطه الجهود اللي موجوده في العالم كله دلوقتي، ويمكن احنا احنا النهارده في كوب 27، ففي كان قبلنا 26, 26 واحد لو لو بصينا عليهم كده هنلاقي انه يمكن العشرة الاوائل او كذا كوب في الاول كانوا بيتكلموا على أهمية إن إحنا ناخد بالنا من إنه الطريقة اللي بنعمر بيها الأرض دلوقتي بقى فيها خطر على الأرض وبالتالي بقى فيها خطر على الإنسان وقعدنا فترة طويلة الناس بتقول هو ده حقيقي ويمكن إحنا في مصر لحد ما لمجموعة كبيرة من الشعب لا يزال في المرحله دي فالمرحله دي العالم كله عدّاها خلاص ووصلنا لانه لا هو ده مش موضوع في اي ديبيت يعني احنا الموضوع خلاص انه في خطوره على العالم او خطوره على على حياه الانسان بسبب كل التغيرات اللي بتحصل ده بقى شيء اكيد تحولنا بقى بعد كده لانه المؤتمرات اللي بعد كده ابتدت تتكلم على أم بعد ما عدينا بقى اقناع الناس بالمخاطر والكلام ده كله بس لانه الانسان والبشريه هو هو الانسان هو السبب الرئيسي والاول لكل هذه التغيرات المناخيه. ده حقيقي مم. ما هو بقى الفكره هنا دلوقتي ان احنا اتنقلنا من ان احنا بنقول المخاطر لاننا ابتدينا نحط نظريات لازاي ننمي الارض بطريقه ما يكونش فيها مخاطر اللي هي بقى بنتكلم على يعني يمكن من المصطلحات اللي حضراتكم يعني سمعتوها كتير قوي عمليه التخفيف ال ال الانبعاثات وكل الاثار السلبيه هي مش الانبعاثات بس هي فيها اثار سلبيه ثانيه والتكيف ان انا ابقى بنمي وانا بخفف حده المخاطر اللي بتحصل او حده التاثير السلبي اللي بيحصل ازاي اجعل الادوات السابقه اكثر ملائمه بالضبط كده وتكيف اشوف ازاي اقدر اعمل نمو وانا بتكيف مع المحيط اللي حواليا تمام يعني بمنتهى البساطه لو انا حاجة انمي مكان زي هنا بدل ما اروح اهد كل اللي فيه وابنيه من اول وجديد لازم اشوف الارض دي طبيعتها ايه واتكيف معاها وابني مع الطبيعه فانا هنا ما بضرش الطبيعه يعني عشان بس ابسط الامور بالنسبه للناس. بعد كده بقى ما عدينا مرحله النظريات وصلنا لانه احنا بنحط اليات تنفيذ وبنتكلم على تمويل. ويمكن الحقيقه لو و... يمكن فخامة الرئيس في خطابه وضح النقطة دي احنا النهاردة عدينا فكرة في... أنا بتكلم على نظرية مين هيعمل إيه إحنا النهاردة لازم نبتدي خلاص بنتحرك لقدام ويمكن الخطاب بتاع فخامته كان بيركز على النقطة دي و... فإحنا بنتكلم على إزاي نبتدي بيها الدول خاصة الدول المتقدمة تجاه الدول النامية ويمكن كلمة دكتور مصطفى مدبولي أنا بقول هو رمى الكرة في ملعبهم لأنه إحنا بنتكلم على 100 مليار جنيه الدول المتقدمة وعلى دولار دولار أنا آسف دولار آ آ آ بيهم وأنا مش متخيل إنه إحنا حد هيجي النهارده يقول إحنا عايزين نزود الرقم ده بالحالة الاقتصادية الموجودة في العالم نحط ده في حديث بالزبط. عن زياده الرقم زياده الرقم بالظبط يعني خلينا يعني انا بقول ايه والله لو زودوا رقم زودوه بس انا بالنسبه لي احنا صرفنا منه قد ايه هو طبعا. ده المهم فيمكن النهارده ده كان واحده من الحاجات اللي انا بشوف فيها كفعاليات للمؤتمر كانت مهمه جدا ان ابتدى يتحط خطط واضحه ومطالب واضحه لازاي هنستخدم ال100 مليار دول خاصه م. لافريقيا يعني النهارده كنت في جلسه كان فيها رئيس البنك التطوير الافريقي واتكلم على الحقيقه على ارقام كبيره جدا وانشيتيفز و... كتيره قوي فعلا ابتدت تخش حيز التنفيذ فده ده في في منتهى الاهميه ومؤشر إيجابي. مؤشر, إيجابي مؤشر ايجابي مؤشر ايجابي جدا مؤشر ايجابي جدا فلو هنقول النهارده المؤتمر بتاع كوب 27 ايه الرسائل اللي طلعت منه اعتقد رساله واضحه تماما كانت ان احنا لازم كلنا نعمل معا لانه بقى في قناعه كامله انه التكامل مفيش... التكامل بين قطاعات او فئات المجتمع كافه كل ال... كل الحقيقه يعني احنا مش بنتكلم بس على دور حكومه، احنا بنتكلم على دور حكومه ودور قطاع خاص ودور مجتمع مدني ودور مستهلك لانه في النهايه المستهلك عنده قوه انه النهارده لما بيجي يقول انا مش هشتري منتج غير لما اكون متاكد ان هو بيعمل ريسايكلينج دي دي نقطه قوه لكل الناس اللي موجودين فده واحدة من الرسائل المهمة قوي أنه لازم الكل يشتغل مع بعض مش هنقدر أي حد يقدر يحقق حاجة لوحده الحاجة الثانية أنه المؤتمر ده ركز أكتر وكل السيشنز اللي فيه أو كتير من السيشنز اللي فيه كانت بتتكلم على خطوات محددة وبرامج محددة لها أهداف واضحة ولها طرق متابعة واضحة تماماً ومين اللي هيتابع ومين اللي هيعمل ده برضو بعتقد كان مختلف عن المؤتمرات اللي كانت قبل كده الحاجة الثانية اللي كانت مميزة جدا ان مشاركة القطاع الخاص من العالم كله في المؤتمر احنا النهارده بنتكلم على فوق 400 الف حد جه المؤتمر فوق 100 100 رئيس جمهوريه فدي مشاركه واسعه جدا لو بصينا على مشاركه القطاع الخاص او حضرتك قيمتها ازاي مشاركه القطاع الخاص يعني هل استثمر القطاع الخاص الفرصه التي اعطته لها الدوله المصريه سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي هل استغلته جيدا وقدمت المشاريع الخاصه بها والتي تعتبر يعني مساعده في مقاومه التغيرات المناخيه. اكيد اكيد بشكل فعال جدا يعني النهارده تاني هرجع انا بحب ابسط الامور لانه في وقت من الاوقات القطاع الخاص كان بيبص على عمليه ان انا ابقى أعمل حاجه فيها صديقه للبيئه كجزء من عمل اجتماعي ليا او ما بنسميه المشاركه الاجتماعيه كوربريت سوشيال الكيس دي ما بقتش موجوده خالص احنا النهارده لو هنتكلم على القطاع الخاص فاحنا بنتكلم على افيشنسي اه بيلدينج او ان انا بتكلم على قدرتي على رفع الكفاءه الكيس ستاديز اللي موجوده النهارده في العالم كله بتثبت انه اه لما بمشي وبشوف اه ادوات وطرق بتساعدني اه ان انا استخدم حاجات صديقه للبيئه يعني الارقام اللي عندي كانت الحقيقه ارقام مبهره يعني احنا بنتكلم على فوق ال 50% هي تكلفه هي اقل ذي هي الملحمه الوطنيه اللي احنا بنتحدث عنها ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص خاصه منذ تولي السيد رئيس رئاسه الجمهوريه اصبحنا نرى ملحمة وطنية بين كل تكامل أفضل. تكامل بين فئات المجتمع وقطاعات الدولة كافة سواء القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا فئات المجتمع المدني بتوجه بالشكر للأستاذ أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة جدا بتوجه للشكر أيضا شكراً. لزميلتي دانا شكرا أشكركم مشاهدينا الكرام طبعا على طيب المتابعة وسنكون مع حضرتكم دائما لمتابعة كل ما هو جديد في فعاليات قمة المناخ كوب 27 إلى اللقاء.